حين نزل الإسلام من 14 قرن طبق واقعا في الحياة، ليس مبدأ نظريا فحسب، بحيث إذا تعرض للتطبيق خاس ولم ينفع، ولكنه طبق. وظلت الدولة الإسلامية هي الدولة الأولى في العالم قرابة 1000 سنة. ذلك هو ما يخيف خصوم الإسلام، ولذلك يحاول خصوم الإسلام جاهدين أن يجعلوا مبادئ الإسلام باهتة في نفوس المسلمين أنفسهم، فيوردون لهم كل شر. وإذا ما وردوا لنا كل شر أقبلنا عليها على أنه المظهر الحضاري، فإذا ما أخذنا عنهم ذلك سروا بهذا، لأن ذلك يفت في أعضادنا كمسلمين، وذلك يفرحهم هم، لأننا لو كنا مسلمين بحق لأخفناهم ولا أرعبناهم ولا ما استقر لهم قرار، وقد جربونا. إذن فكل الوافدات التي تفد إلينا من شرور هذه الحضارات وافدات مخطط لها ومرسوم لها، حتى لا يكون المسلمون كما يريدهم الإسلام، ويريدون منا أن يكون الله على ديننا وأن لا نكون نحن على دين الله. فكأنهم يريدون الإنسان مشرعا، وكأنهم يريدون الله تابعا في دينه إلى ما نقرره نحن. كلما رأيت تكتلا أمام الإسلام فافهم أن الذين يتكتلون يفهمون قوة الإسلام، ولو لم يكونوا فاهمين لقوة الإسلام لما تكتلوا أمامه ذلك التكتل. كل القوة تتصارع ضد الإسلام، الملحدون ضد الإسلام. لماذا هذا التكتل؟ لماذا لم يتفقوا على شيء إلا على حرب الإسلام؟ لأنهم عرفوا أن الإسلام إذا تيقظ كمبادئ وكمنهج وسلوك فلن يبقى لظلم دولة ولا لطغيان أمة. كل هذا هو الذي جعلهم يتكتلون. فحين نريد ذلك لابد أن نحيي القيم أولا في نفوسنا. الحضارات التي جاءت في الدنيا، حضارة مصر القديمة، حضارة الرومان، حضارة اليونان، كل هذه الحضارات ظلت حضارات ما وجد لدولتها قوة، فلما ضعفت دولها زأرت قوة الحضارة المصرية إلى وادي النيل وتركت كل الانسياحات اللي كانت عملت. واليونان اللي كان في الشرق والغرب وحضارة وإلى ماذا كان؟ بعد أن ضعفت دولة اليونان زأرت في أثينا، ودولة الرومان بعد ما كانت لها حضارات وضعفت دولة الرومان ماذا كان؟ زأرت في روما. وحضارة الإسلام التي عمت الدنيا حينما ضعف المسلمون كدولة كأمة ماذا صار؟ ظل القوم على قومياتهم، والإسلام الذي أخذوه ظل دينهم. ولكن أي أمة أو أي حضارة من الحضارات حينما انزاحت عن بلد أخذت معها كل ما يتعلق بها وانطمس إلا الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام إذا خامرت بشاشته القلوب فليس من السهل على الإنسان أن يتركه. تجد إنسانا منحرفا فإذا ما أهيج دينه بأي شيء فإنه يتنمر، وبعد ذلك ينفعل انفعال الورع، وربما كان الورع أقل انفعالا منه. لماذا؟ الخميرة سليمة، نواة الخليات سليمة، بعد ذلك كل ما يكون من سلوك ده أمر معوض. ولذلك تشاهد الناس الذين انحرفوا في اول حياتهم واسرفوا على نفوسهم ماذا كان امرهم نهاية؟ لم يجد الا باب الله راحة، ولم يجد الا الدين ملاذا، ولم يجد الا كتاب الله شافيا. فعلى الانسان العاقل ان ينظر في تجارب من سبقه، وان يأخذ التجارب بغايات ثمارها،